السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو کیا ہی خوش نصیب ہے وہ جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اور کیا ہی خوش نصیب ہے وہ والدین جو اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں. تو چلیے چلتے ہیں آج کے اس ویڈیو کے اندر، آپ کو ایک ایسے حافظ قرآن سے ملاتے ہیں جو 12 سال کی عمر میں مکمل حفظ قرآن سے فارغ ہو چکے تھے. وہ سید عبد الماجد ہے، وہ کرنل ہائی اسکول بارکس کے اندر زیر تعلیم ہے، کلاس 9 کے طالب علم ہیں. تو چلیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر، وہ ہونہار طالب علم سید عبد الماجد شاہ، طالب علم کرنل ہائی اسکول بارکس سے. چلیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور الف سے لے کر یاد تک کے ان سے سوالات کرتے ہیں. الف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا ضاد ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عين عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب كاف ها يا عين صاد رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة مين ما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال همزة
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بولو زور سے بولیے تبارك الله بارك الله فيكم بارك الله فيكم ما شاء الله.